يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أخرجه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج: كانوا مسلمين فصاروا كفارا. الحديث. نعم. قال في شأن الخوارج: كانوا مسلمين فصاروا. يقول ايش يقول اول؟ يقول في حديث أخرجه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج: كانوا مسلمين فصاروا كفارا. الحديث. هل القصد أنهم كفار كفرا أكبر أم كفر أصغر؟ والله هذا يحتاج إلى الوقوف على الحديث والوقوف على شرحه من أهل العلم، ولكن الرسول أخبر أن الخوارج يمرقون من الدين، هذا في الصحيح، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أخبر ثم لا يعودون إليه، أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بذلك. الله أعلم. إنما هم ظلال على كل حال، وظلمة ومسيئون إلى الإسلام والمسلمين بلا شك، ومستحلون لحرمات الله، كل هذه الآفات فيهم، ويشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة، كل هذا من مذهبهم. نعم.